هذا اليوم النضالي. فضلا عن مطالبتهن بحقوقهن الاجتماعية والسياسية، تحول يوم المرأة العالمي إلى مناسبة وطنية جددت فيها نساء فلسطين دعمهن للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، كما طالبن برفع ملف الانتهاكات بحقهن إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال عليها. سنقف إلى جنب قضية الأسرى، وسنناضل من أجل تحريرهم، وستكون دائما قضيتنا الأولى نحن كحركة نسوية. وقف عدوان الاحتلال بحق القدس والمقدسيين، فضلا عن تأكيد حق العودة للاجئين، موقفان أكدتهما المرأة الفلسطينية، مشددة على أن المقاومة حق مشروع للفلسطينيين، وأن الوحدة هي السبيل الوحيد لدحر الاحتلال. كل أشكال المقاومة مشروعة لنا بمقياس الكفاح المسلح، إحنا جزء من هذه المعركة، ولن نكل ولن نمل إلا بتحرير أسرانا، تحرير أرضنا، بناء دولتنا. نؤكد على أن أبناء شعبنا الفلسطيني يجب أن ينهوا هذا الانقسام البغيض، ويجب أن نعود للوحدة الفلسطينية وطي هذا الملف إلى الأبد، ويجب أن نلتف أيضا حول استراتيجية وطنية مقاومة للمشروع الاحتلال الكولونيالي الذي يقضي على كل مقدرات أبناء شعبنا. النساء الفلسطينيات طالبن المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في ظل تزايد مخططات الاستيطان والتهجير، كما دعون الأمم المتحدة إلى اعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري. المرأة الفلسطينية تجدد إيمانها بقضاياها الوطنية، وتؤكد أن دعم المقاومة والقدس والدعوة إلى الوحدة الوطنية هما العنوانان الرئيسيان اللذان يستحضران القوة في مواجهة مخططات الاحتلال. أحمد غانم، غزة، الميادين.